يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتاح الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ اليوم وحتى الجمعة المقبل. ويعتبر المؤتمر هو الحدث الأكبر في مجال منع ومكافحة الفساد على مستوى العالم. يعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك فيه أكثر من 2000 ممثل للدول والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن من شرم الشيخ مراسل قناة النيل حمادة العربي. حمادة، صباح الخير. صباح الخير. كيف تتابع أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟ يمكن تبدأ بعض اللحظات قليلة أعمال الدورة التاسعة لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يمكن الحضور مكثف للغاية من مختلف الوفود على مستوى العالم لحضور هذا المؤتمر، التنسيق على أعلى مستوى ما بين الأجهزة داخل مصر وكذلك هيئة الأمم المتحدة المعنية بانعقاد هذا المؤتمر في المقام الأول. هناك برامج متعددة لهذا المؤتمر والجلسات التي سوف تبدأ تقريبا من الآن ويحضرها السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات العامة المصرية والدولية المعنية في المقام الأول بمسألة مكافحة الفساد والمعنية كذلك بتطبيق برامج الأمم المتحدة لتقليل الفساد سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو حتى المستوى الاجتماعي وبرامج التعليم والصحة. يمكن هناك جلسات متعددة هذا اليوم، من ضمن هذه الجلسات جلسة نقاشية حول مكافحة المخدرات والعنف وكذلك جلسة أخرى خاصة بالتأكيد على سياسات الأمم المتحدة المدرجة على أجندتها خلال العامين القادمين لمكافحة الفساد بشكل كبير. الحضور من مختلف دول العالم، هناك حضور من الدول العربية والدول الأوروبية، الكل يشارك في هذا المؤتمر برغبة التوصل إلى سياسات قوية لمحاربة الفساد بشكل جدي على أرض مختلف الدول. كان هناك تصريح لرئيس هيئة الرقابة الإدارية المصري تحدث فيه عن دور الأجهزة الرقابية والسياسات المتبعة من خلال يعني مكافحة الفساد والتقدم بهذه السياسات إلى الأمام لوصولا إلى مجتمع نزيه، مجتمع ذو الشفافية بشكل كبير لمكافحة الفساد، والذي يعني بصورة أخرى أن يكون هناك مشكلات كبيرة يواجهها المواطن سواء في الخدمات الحكومية أو في الخدمات الخاصة ما بينهم وبين الأفراد. فتقليل الفساد والتأكيد على هذا الدور المحوري يدعم حياة كريمة، يدعم توفير سبل المعيشة الطبيعية للمواطنين بعيدا عن الفساد الذي قد يحدث عدد كبير من المشكلات في مختلف المجالات إذا تفشى في أي مجتمع. نعم، الزميل حمادة العربي مراسل قناة النيل كنت معنا عبر الهاتف من مدينة شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك.